نروح نشوف الكابتن سامي وصال مع كريم احمد بعد المباراه ونشوف قال ايه على احداث المباراه. مرحب بيه من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتن الكبار، كل جمهور النادي الاهلي. مبروك النهارده طبعا الفوز وتاهل لدور 16 من بطوله كاس مصر الجديده. معانا طبعا في هذه اللحظات الكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي، طبعا في البدايه برحب بيك، مبروك النهارده. نقدر نقول مباراه الكاس بتحقق الهدف المطلوب بعيدا طبعا عن الخشونه والقوه ويمكن الارتكازات والغلق المساحات، كل الامور دي الحقيقه يمكن شفناها في مباراه اليوم، لكن بشكل عام اداء اللاعبين، بنشوف الجيم النهارده ازاي وحطينا في الاجواء كابتن. زي ما انت قلت مباراه الكاس طبعا فيها مفاجآت كبيره، ممكن هو ده اللي اتكلمنا فيه وحذرنا. فرقه مميزه، فرقه عندها طموح، ماشيه كويس خصوصا الدور الثاني في لما جابوا مستثمر يعني وعملوا جابوا جهاز فني، وطبعا مبارك لهم طبعا على الاداء دوت. فكان مهم جدا برضو ان احنا اتكلمنا اهميه المباراه بالنسبه لنا. يمكن عندنا لعيبه كتيره جدا بقى لها فتره كبيره ما بتشاركش، مهم جدا ان انت تجهزهم خصوصا في مباراه زي ديت. كنت بتحصل في كل فرق الكبيره في العالم ان انت بتحاول مباراه الكاس اللي انت فرصه اللي انت تجهز فيها اللعيبه. يمكن هو ده اللي فكرنا فيه النهارده. محمد محمود بيشارك 65 دقيقه او 70 دقيقه، صباح حسن بيلعب 90 دقيقه، كريم بيكمل برده لحد اخر دقيقتين ثلاثه، محمود وحيد بيلعب 90 دقيقه، كوكا بيكمل. فاعتقد الحمد لله يعني النهارده متولي بينزل ويؤدي بدري، برده بنحاول ان احنا نجهزه واحده واحده. احنا عندنا كل المباريات الفتره اللي جايه كلها، كل ثلاث ايام هيبقى في مباراه، سواء كاس جديد كاس قديم مباراه الدوري. مهم جدا ان انت تلعب على كل البطولات، مهم يكون عندك لعيبه جاهزه. فهو ده اللي كنا بنحاول نفكر فيه يعني، لكن في الاول والاخر كنا مهتمين جدا ان احنا نحسم المباراه من بدري عشان تدينا اريحيه اكتر. يمكن الفرص اللي احنا اهدرناها ودي حاجه طبيعيه برضو، اللي انت حساسيه الماتشات ممكن تكون بعيده شويه، لكن نحاول ان شاء الله الفتره الجايه نشتغل شغل احسن، نشتغل شغل هجومي اكتر، ان شاء الله يقدر يساعد اللعيبه اللي هم ان شاء الله يقدروا يسجلوا في الفرص المتاحه بالنسبه لنا. يمكن التلاحم كبير جدا الفتره الجايه وتحديدا في بطوله الدوري العام ومنها ثم الكاس، لكن مباراه ايسترن كامباني كيف يراها كابتن سامي امصان؟ دوافع موجوده عارفين ورغبه موجوده، لكن ضغط كبير جدا، 48 ساعه تدريب وحيد ثم مباراه، كيف يتعامل الجهاز الفني مع هذا الامر كابتن؟ طبعا هتنقل بقى نقله، بطوله الدوري، مهم جدا ان انت تحسم المباراه اللي متاجله عندك عشان تقدر تصدر البطوله. يمكن احنا هنعاني طبعا، عندنا غيابات كتيره جدا سواء اللعيبه المصابه او اللعيبه اللي في منتخب مصر، لكن ان شاء الله النهارده بتجهيز بقى اللعيبه النهارده، وده الفكر ده يعني دايما اتكلمنا فيه والراجل اتكلم فيه، اللي احنا نحاول نجهز اكبر عدد من اللعيبه عشان يقدروا يبقى عندهم فرصه طبعا يساعدونا في مباراه الدوري ومباراه الكاس والكثافه المباريات اللي هتيجي الفتره الجايه ديت. انت خلاص كل حوالي 3 ايام او 4 ايام هيبقى في مباراه بقى، سواء كاس سواء دوري كاس تاني. فالحمد لله اللي احنا برضو نحاول ان احنا نساعد اللعيبه عشان يقدروا يساعدوا نفسهم ويقدروا يدونا برضو افضليه ويدونا نفس كويس ان شاء الله لما رجوع اللعيبه اللي ترجع ان شاء الله. وليد علي لطفي نقدر نشوفهم في المباراه القادمه ولسه ممكن يكون في اختبار ليهم طبي غدا يا كابتن؟ علي طبعا عنده جازة في ايده كدمه جامده، ممكن هو اخذ بلازما من يومين، ان شاء الله نامل طبعا ان هو يرجع طبعا، لكن النهارده ما يمنعش ان جبير قدم مباراه كويسه ومميزه يعني. نفس القصه وليد سليمان، مهم جدا لعيب بخبراته وبشخصيته يكون معانا برده، ممكن عنده كدمه في ركبته ان شاء الله يطمن بكره عليها، ولو ان شاء الله كده سليم ان شاء الله يبقى معانا ان شاء الله اضافه كبيره لينا. سامي، البرنامج التدريبي نقدر نقول خلاص ما فيش راحه، لازم بكره يكون في تدريب ثم بعده تدريب ومعسكر، تدريب بكره ولا الامور تبقى؟ طبعا عندنا تمرين بكره استشفاء للناس اللي لعبت وتمرين للناس اللي ما لعبتش، عشان طبعا زي ما انت قلت ما فيش وقت خالص يعني، اشتغل يوم واليوم الثاني هيبقى في معسكر وان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن سامي امصار مدرب فريق النادي الاهلي. زي ما اكدنا كابتن ايمن، تحقق الهدف المطلوب وتاهل النادي الاهلي لدور ال 16 من بطوله كاس مصر. عندنا مباراه اخرى ان شاء الله في خلال 3 ايام ان شاء الله مع فريق الشرقيه الدخان، كابتن عبد العال طبعا المدير الفني عنده حساباته وعنده ايضا كمان التكتيك بتاعه، هنشوف غلق مساحات وهنشوف امور عديده جدا. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر وجهازه الفني ان يركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه رغم ضيق الوقت. يا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات واسعاد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.